جانب آخر، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع: هم قصفوا هدفا في تل أبيب وهدفا حيويا في عسقلة. أكد سريع: جماعة أنصار الله لن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. فذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2. واستهدفت كذلك هدفاً حيوياً في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن صاروخاً باليستياً من نوع أرض أطلق من اليمن في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة واجر اعتراضه خارج الحدود باستخدام منظومة الدفاع الجوي أروخ.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة 18 إسرائيلياً أثناء الهروب للملاجئ، وأن بعض الإصابات متوسطة. وكانت سفارات الإنذار قد دوت في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى حتى شمال إسرائيل. من جهة أخرى، قالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أصدرته فجر اليوم إنها هجمت للمرة الثالثة فجر الجمعة هدفاً في الجولان المحتل باستخدام طائرات مسيرة، كما أكدت أنها هجمت هدفاً حيوياً للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ من طراز كروز مطور. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت المرحلة الحالية بالصعبة، قائلاً إن الجيش سيكثف ضرباته على حزب الله حتى إعادة الهدوء والأمن للسكان في الشمال. تصريحات جالانت جاءت خلال زيارة لمدينة صفد بالجليل الأعلى. ندرك أن الأيام ليست سهلة، والمؤسسة الأمنية والجيش يقفون إلى جانبكم كي نوفر لكم كل ما يلزم، وسنستمر في دعم ومساعدة مدينة صفد. نحن نضرب حزب الله بقوة على امتداد هذه السنة، خاصة خلال الأيام الأخيرة، وسنكثف هذه الجهود لأننا نريد إعادة الأمن إلى البلدات في الشمال وإعادة السكان إلى منازلهم بأمان. ولمتابعة الأوفى للتطورات في لبنان ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. حسن جمول هناك ومع شبكة مراسلين. إليك حسن. شكرا جزيلا لك ميادة، مرحبا بكم مشاهدينا. استمر القصف الجوي الإسرائيلي على مناطق الجنوب والبقاع، ومزيد من الشهداء والجرحى يسقطون نتيجة هذا القصف، وتسجل في بعض القرى والبلدات كان في الجنوب أو حتى في البقاع مجازر تقضي بنتيجتها عائلات بأكملها تماما، كما حصل في بلدة شبعة وأيضا كما حصل في بلدة الكرك. مباشرة سننتقل إلى مراسلين لمتابعة آخر التطورات على مستوى الغارات والقصف على مناطق الجنوب بكافة أقضيته، وكذلك على مناطق البقاع. تنضم إلينا كامل جوهران من بلدة رميش، وكذلك كريم حنا من البقاع، ونتابع المواقف السياسية المرتبطة بالمقترح الأمريكي الأوروبي والقاضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يوم. المواقف السياسية من هناك اليوم مع جوني طنس من محيط الضاحية الجنوبية. على أن تكون معنا الصحفية فاطمة خميسي من رام الله للحديث عن الاعتراضات الصاروخية التي تقوم بها قوات الاحتلال ربطا إلى مواقف مسؤولي الجيش الإسرائيلي، أكان عسكريا أو حتى مواقف المسؤولين من الجانب السياسي. نبدأ معك كارمن جوهر بالمشهد الميداني، وكنا نتابع أولا بأول تطور هذه الغارات على أكثر من منطقة وقضاء في جنوب لبنان. حسن، وتيرة الأفغان يمكن القول تقصف في هذه الأثناء المقاتلة الحرية الإسرائيلية عددا من البلدات الجنوبية. آخر ما كنا قد رصدناه غارة باتجاه حنين في القطاع الأوسط، غارة عنيفة للغاية، بالإضافة إلى عدد من الغارات باتجاه خيمة سلم، باتجاه السلطانية، باتجاه عيد الشعب، باتجاه بيت ليف الشاف وغيرها من البلدات في القطاع الأوسط. هذه الغارات امتدت حتى القطاع الغربية عند الساحل ومحيط بالمنصور، ووصلت اليوم إلى شبعة وكفرشوم. أيضا في شبعة غارت المقاتلات الحرية الإسرائيلية حيث قتلت 19 أشخاص من عائلة واحدة حين استهدفت المبنى السكني الذي يقطنونه. وما المفاد به حسن حول الواقع في الميدان أن هناك محاولة من قبل قوات الاحتلال لقطع أوصال الجنوب وفصل البلدات عن محيطها. اليوم وصلنا وولدنا من كفرشوبة التي قطع الطريق منها في شبعة. أيضا نحن أيضا من حيث نتواجد من رميش يصعب علينا الخروج من المدينة من هذه البلدة والتوجه
وجه أي نبذات لم تقصف بشكل ما دائم ومستمر. اليوم هذه الأهرام الإسرائيلية تخلف العشرات من الشهداء وجرحى. الحصيلة الروسية تتحدث عن أكثر من 1500 منذ 8 أكتوبر، أكثر من نصف من خلال الأسبوع، وأكثر من 5000 جرحى. دولة الحرب أكثر من نصف كانت تقصف. We'll be right back.
Marxist approach to socialism emerged. It quickly marginalized other currents of thought in the socialist family. Maybe because it was more attractive, more appealing. It is very broad and systematic. It explains mechanisms that people had sometimes not even been aware of beforehand. It makes sense of history and the way the society functions. It gives a status to the working class by putting social classes and their struggle at the center of its analysis. We have to realize that for people from this new industrial working class in the first half of the 19th century, apart from difficult living conditions, there was an identity problem. They had no trade unions yet, no political parties representing them. Actually, working class was not even a term in this period. And Marx gave them a role to play, a value, and showed a way, a path towards a better society for them. All of this gave Marxism a huge appeal for both intellectuals, because it was big on theorizing, and this new industrial working class that was quickly growing. So that in the 20th century, Marxism completely marginalized, it almost erased other approaches to socialist thought. Very often with the help of the Marxists themselves, they attacked any competing view because they had little doubt that they were in the right. But several decades before Marx became a famous public figure, there were already socialist thinkers who were trying to reform or revolutionize society with a different angle. You've probably heard of anarchists. This current is fairly marginal, but it still exists. And anarchism is older than Marxism. It received a lot of different influences, but its founding father was a French politician called Pierre-Joseph Papillon. He was a very successful figure. He's the one who coined the phrase, property is theft. This is how radical he was, and his ideas were seen as horrible by conservatives and wealthier classes. There had been several thinkers. وكان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل، أعني يتأول، وما كان يرتبط بقوى التغيير الثوري حين كان يطمح إليه، وما كان يدرك شروط هذا التغيير وأدواته، لذا كان يجنح نحو الطوبوية في أشكال شتى، فيقدم للواقع ذريعة بقاء وحجة تأبد. أي موقع كان يمكن أن يكون للمثقف في مثل هذا الانفصام المتجدد بين الفكر والواقع؟ موقع المنبوذ أو موقع خادم السلطان، سواء أكان شاعرا أم فقيها، حكيما فيلسوفا أم أديبا. وما كان الفكر في الموقعين بقادر على أن يغير، كان يرفض أحيانا أو يبرر، يهجو أو يمدح، وفي الحالتين يرتزق أو يتصعلق
إن خرج على السائد ونظامه كأنه محكوم بموت يتأجل، يحتج على الشرع ويثور، لكن من موقع العاجز عن نقد الشرع فيتصور، يستبدل الأرض بالسماء ويزهد، أو يستكين للدنيا وللآخرة فيعقلن الاثنتين في نظام من الاستبداد لسلطته يرضخ. والسلطة بالدين تبدو مطلقة، وهي المقدسة بالغيب وفي الغيب، هي السلطة فوق الرفض وفوق النقد، سيفها على الرقاب مسلط. حدث أيضا عن والرقاب قالت الجمعة اثنان البالستي، فمن تمرد هدفين على عن جماعة في منطقتين تل أبيب وبتل متحدث عن منطقة وسط إسرائيل في صواريخ ومسيرات، حتى لو كان الحداث أو أنه اعترض هذه أما ابن تيمية الوسطى في منطقة أو من شابههما فعل التمرد والمتمردين ميزا للغاية مع هذه يشوران سلاح الدين تواصل هذه سيكبلان العرب في لبنان يرهبان الروح ويكبلان الشكل الأساسي لم يكن للمخطط في عالم كهذا في هذا الضربات الإسرائيلية تأتي باع أو الموت في هذه المنطقة منطقة ومنطقة جنوب لبنان تكون هذه خريطة الإسلام. وصل إلى هذه المنطقة المناطق الشمالية سيارات أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا واعتراض بعضها. المقاومة الإسلامية في العراق تقول إنها استهدفت موقعا إسرائيليا حيويا في الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا باليستيا من نوع أرض أرض أطلق من اليمن. بعد إعلان البيت الأبيض استمرار المحادثات الأمريكية الإسرائيلية في نيويورك، مات صواريخ فادي واحد الجيش الإسرائيلي حيفا ووضع منظومة للقبة الحديدية في ميناء حيفا، ونعرف أن حيفا أحد أهم المدن الاقتصادية بالنسبة لإسرائيل، نتحدث عن الميناء الرئيسي فيها، ونتحدث عن ثاني أكبر مصدر نفط في حيفا، وبالتالي نتحدث عن هذه المدينة التي تبعد عن الحدود حوالي 40 أقل قليلا من 40 كيلومترا، نتحدث عنها في دائرة النار. كل هذه المنطقة، منطقة الجليل الغربي لمنطقة الجليل الأعلى بطبيعة الحال إصبع الجليل، مستوطنات الجولان وصولا إلى طبرية والجليل الأسفل وصولا إلى حيفا، طبعا بعض الضربات وصلت إلى تل أبيب وتل أبيب الكبرى إلى الجنوب من حيفا، ولكن هذه المنطقة الأساسية التي يكثف فيها حزب الله ضرباته. نعلم أن هذه المنطقة الشمالية من إسرائيل تتكون من أربع مناطق أساسية، منطقة الجليل الغربي التي تكون معك ومحيطها، منطقة الجليل الأعلى التي تكون منطقة الوسطى بين إسرائيل ولبنان على الحدود، منطقة إصبع الجليل التي تضم أبرز مستوطنات كريات شمونة، بالإضافة إلى منطقة الجنوب السوداني الذي في عدد كبير من المستوطنات والقوات العسكرية الإسرائيلية التي سيطر حزب الله ضرباته عليها. وبالتالي نحن نتحدث عن جانبين، حزب الله يريد أن يغطي كل هذه المنطقة الشمالية من إسرائيل بعمق يتجاوز 40 كيلومتر لتكون منطقة أو دائرة النار بالنسبة له. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يدفع حزب الله إلى ما هو شمال الجدران، ولكنه يكثف أيضا ضرباته إلى عمق يتراوح بين 120 إلى 130 كيلومتر في المنطقة الشمالية من لبنان. بطبيعة الحال هذه التفاصيل ستحتاج أكثر إلى تحليل في هذه النافذة وتنظيم. نعم، صهيب، وننتقل إلى ضيفنا العميد اليوم
عبد الياس أن يكرر حزب الله ضرباته الآن على مناطق مثل طبرية لأن حيفا ألم يعني ذلك؟ هذول بعد فترة تبدأ الحرب، ولكن بعد فترة نذهب إلى ما يسمى بالروتين. يعني هناك روتين وتكرار. حزب الله يريد يستجيب، يعني يريد ربي شرط لبنان بغزة وبالتالي عدم عودة النازحين، بينما المقابل جيش الاحتلال هو يريد ضرب كل المستجيب، ومن هنا الحرب الشاملة والكاملة على لبنان. ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام بدأنا نرى نمط معين. يعني إسرائيل تستهدف ثلاث مناطق مهمة، جنوب لبنان أو جنوب إيران، مركز الصقر للقيادات في الضاحية، وحتى الشمال. الشيء الجديد اليوم أن إسرائيل بدأت تستهدف المعابد والمنارات بين سوريا ولبنان على أساس أنها مدخل للأسلحة لحزب الله. حزب الله لا يزال يتخذ ضمن منطقة جغرافية معينة، والأهداف دائما هي أهداف عسكرية. ولكن الشيء الجديد هي حيفا هي مهمة، وهم واحد واثنين أبرزت الكثير من الأداء القيمة الاستراتيجية. القاعدة البحرية هي الساحل، ستة أحدث روائج، اثنين هناك هو وسط أيضا جفن وهي مصر الصومالي، وهناك المصار والمصر والعسكرية أو دبل ومادة الأبناء العسكرية. ولكن الشيء المميز أو المختلف هو أبرز واحد درجة الأمن. هذا شيء يعني يتعامل بالروتين، ولكن لم تحدث الشيء الآخر المميز هو بدء صعيد الأفريقي مع وحدة الساحات. يعني من العراق إلى غور الأردن مسيرات، من العراق إلى إيلات مسيرات، واليوم أو البارحة مع الحوثيين صواريخ باليستية بعيدة المدى ومسيرات أيضا بعيدة المدى. هذا هو الأمر. يعني اليوم نحن في من يريد استاتيكو مع تصعيد مدوزا كما يقال مضبوط، ولكن إسرائيل وجيش الاحتلال يريد فعلا حملة شاملة وكاملة، يعني يستعمل ضرب الداخل اللبناني مع تحضير قوة معينة لهجوم بري محتمل. فقط لننهي محور حزب الله عندما يقوم بإطلاق هذه الكلمة من الصواريخ، هل يمكن الحديث عن إنجازات من حيث الضربات أم فقط الوصول إلى هذه المناطق هو إنجاز؟ وإلى أي حد عبد الياس يمثل إطلاق هذه الصواريخ تحدي بالنسبة للحزب، أو يكشف في كثير من المرات عن مناطق واقع المصاف المصاف؟ هو دائما هدفه أن عسكري I'm
لم ينكر ذلك، انما كما قلت اسرائيل تحاول التنصر من اي مقترح لوقف النار الان لاسباب عديده، منها داخليه، منها تتعلق بالحكومه الاسرائيليه وراكبتها. وهنالك في اسرائيل اليوم كما قلت من يرى هنالك فرصه ثانيه للقضاء على القضاء بشكل نهائي. دكتور هلسة، هل الجانب الاسرائيلي كان يعني يقوم بمناورة سياسية من خلال القبول بهذا المقترح أو إبداء رأي إيجابي على الأقل، علما أن فيه ربطا كان يرفضه منذ 7 أكتوبر بين جبهة لبنان وجبهة غزة؟ أولا أخي حسن، لنأخذ بعين الاعتبار أنه مع كل التهويل الإسرائيلي، مع كل اللغو الذي يجري في الإعلام الإسرائيلي حول الحاجة شعبيا وفي إطار النظام السياسي وحتى في إطار خصوم نتنياهو للذهاب إلى الحرب البرية، هنالك مجموعة من المحاذير تدركها إسرائيل، ولذلك التهويل الإسرائيلي يأتي في خلفية هذا الأمر. أما الذهاب إلى حرب برية وإن حاولت إسرائيل تسويقها بأنها جاهزة، هنالك مجموعة من المحاذير المحاذير التي تمنعها من كسر السقوف والذهاب إليها مباشرة، بالقياس لما فعلته إسرائيل وحكومة نتنياهو تحديدا في جولات مفاوضة في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة. غزة يبدو استنساخ هذا المشهد اليوم لكن بصورة مبتذلة أكثر ويعني مفضوحة أكثر. إعلان الإسرائيلي عن رغبة في الدخول في مسار سياسي، إدخال الولايات المتحدة على خط هذا الأمر، إدخال المجتمع الدولي، الحديث الإسرائيلي، واليوم ربما نسمع أيضا من على منبر الأمم المتحدة من خلال نتنياهو هو في محاولة كسر 3 مسائل، الأولى هي عامل الزمن، الثانية هي كما فعل في المواجهة مع غزة، الثانية هي كسب الشرعية للولايات المتحدة على خط هذا الأمر، إدخال المجتمع الدولي، الحديث الإسرائيلي، واليوم ربما نسمع أيضا من على منبر الأمم المتحدة من خلال نتنياهو هو في محاولة كسر 3 مسائل، الأولى هي عامل الزمن، الثانية هي كما فعل في المواجهة مع غزة، الثانية هي كسب الشرعية للولايات المتحدة على خط هذا الأمر، إدخال المجتمع الدولي، الحديث الإسرائيلي، واليوم ربما نسمع أيضا من على منبر الأمم المتحدة من خلال نتنياهو هو في محاولة كسر 3 مسائل، الأولى هي عامل الزمن، الثانية هي كما فعل في المواجهة مع غزة، الثانية هي كسب الشرعية للولايات المتحدة على خط هذا الأمر. يا قيوت يا جرحا بعيد الغوط، يا نتفا في جبين الكبرياء، سدوا أذانهم عن نوط النداء، بيروت فاتحة العواصم، بيروت آخر كلمة في الحلم تنطقها العزائم، فإذا مضت بيروت نحو البحر فالطوفان قادم. Shut up.
يا بيوت الحصار الصهيوني وبقلبي بلدنا الوحدة يا بيروت لبناني فلسطيني وجمال المحامل شعبنا يا بيروت بعين الحلوة والنبطية وإحنا ردينا الآلية يا بيروت بحجارة صيدا والجية راب الدمور اللي بيشهد يا بيروت عالخسارة الصهيوني شارك